إلى شأنية دولية، قرر القضاء الفرنسي بالإفراج عن الداعية الإسلامي طارق رمضان بعد أشهر من حبسه بتهم الاغتصاب والعنف، يفتح نقاشات متعددة الأبعاد والأوجه حول الخلفيات الحقيقية للخطوة الفرنسية، خاصة في ظل إقرار شبه رسمي بأن عملية اعتقاله طبعها الجانب السياسي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بأثقالها 9 أشهر داخل السجن كانت كافية للقضاء الفرنسي ليضع حدا لاعتقال الداعية الإسلامي طارق رمضان الذي صارع تهم الاغتصاب والعنف بحق سيدات منذ فبراير الماضي. المتتبع لمسار القضية وتداعياتها على الساحة الإعلامية والحقوقية يلحظ حجم التحول في فحواها، فرمضان الذي لم تبدي بشأنه السلطات الفرنسية أي موقف يصب في اتجاه إطلاق سراحه، فجأة يجد نفسه حرا مقابل كفالة مالية. المسألة طرحت ولا زالت تطرح تساؤلات تضم شبه إجابات مسبقة عن الخلفيات التي جعلت القضاء الفرنسي يزج به في السجن ثم يخلي سبيله في بلد يفترض أن يكون مرجعية في حقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير. المتتبعون للقضية يعتقدون في غالبيتهم أن سجن رمضان كان وسيلة لإسكاته على خلفية دفاعه عن الإسلام في فرنسا وخارجها، لكن عين الحقيقة أن رمضان أصبح يشكل خطرا ليس بسبب التطرف، لكن لاعتماده على منهج حضاري مؤسس على قواعد المنطق وحقيقة محتوى القرآن وليس على أساس القراءات والمغالطات المسيئة للإسلام، ما من شأنه التأثير في شريحة عريضة من الناس في أوروبا والعالم. إطلاق سراح طارق رمضان لا يحجب خرق القضاء الفرنسي لقاعدة مقدسة وهي براءة المتهم حتى تثبت إدانته. الملاحظ أن هذا الإفراج جاء بعد إطلاق سراح متهمين في الجزائر داخل دائرة حرية التعبير والصحافة ومسائل أخرى كانت قرينة البراءة فيها هي الأقوى كالصحفيين وضباط سامين في الجيش. فهل يمكن القول بأن بلدا حديث العهد بالديمقراطية والتعددية الإعلامية والسياسية قد أصاب حيث أخطأت من تعتبر نفسها عرابة الحريات؟